السلام عليكم، معكم عبد الملك القرادي في مقطع جديد. في هذا المقطع ان شاء الله راح نتكلم عن اخبار دورينا، دوري عمان تلقوا ال11 من الدوري. اول مباراة معانا واللي كانت بين نادي العروبة ونادي صحار، واللي انتهت بفوز نادي صحار بهدف نظيف. سجل الهدف اللاعب وليد المطروشي في الدقيقة 43. الى المباراة الثانية معانا واللي كانت بين نادي البشائر ونادي صور، واللي انتهت بفوز صور بهدفين لهدف. سجل اهداف نادي صور اللاعب دانيال ايتور واللاعب محمد، وهدف نادي البشائر لاعب حسني الهنائي. وإلى المباراة الثالثة معانا اللي كانت بين نادي السويق ونادي المصنعة، اللي انتهت بفوز نادي السويق بهدف نظيف قال هدف عن طريق اللاعب عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 38. إلى مباراة بهلة والاتحاد، واللي انتهت بفوز نادي بهلة هدفين نظيفين. سجل الأهداف كل من فهد آل عبد السلام في الدقيقة 74، في الدقيقة 90 عن اللاعب وليد المسلم اللي يسجل الهدف ثاني لصالح نادي بهلة. إلى المباراة نادي ظفار ونادي الرستاق، واللي فاز فيها نادي ظفار بهدف نظيف. ومباراة نادي عمان ونادي النصر انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكذلك مباراة نادي السيب ونادي النهضة واللي هي قمة الجولة هذه. وفي حالة تحكيمية في هذه المباراة أن اللاعب محمد الحبسي ضرب برجل لاعب نادي النهضة، فأعطى الحكم كرت أصفر فأمر بتبديل، أنه كان هناك تبديل فتبدل اللاعب خارج أرضية الملعب. وبعد دقيقة كذا راح للحكم وعطاه كرت أحمر وطرد وطلع اللاعب اللي دخل بدله واللي هو أحمد السيابي. المعروف عندنا أنه ما يصير تطرد لاعب خارج الملعب، ما أعرف ليش. بخلي لكم اللقطة الحين تشوفوها. موجود ايضا من جانب الجهاز الفني والاداري وبطاقه حمراء ايضا حاضره من خلال اللقطه الاخيره الماضيه. احتجاجات على حكم المباراه. لان من المفترض ان قاسم الحاتمي يامر باخراج اللاعب وعلاجه خارج ارضيه الملعب. ربما هذا هو عذرهم. تم تبديله مكان طبعا هذا اللاعب. شو اللي صار؟ وإلى جدول الترتيب بعد نهاية هذه الجولة، نادي النهضة في الصدارة ب 25 نقطة خلف نادي الرستاق ب 21 نقطة. في المركز الثالث نادي صحار ب 20 نقطة، وفي المركز الرابع نادي السويق ب 20 نقطة، وفي المركز الخامس نادي بهلة ب 18 نقطة، وفي المركز السادس نادي ظفار ب 18 نقطة، وفي المركز السابع نادي السيب ب 14 نقطة، وفي المركز الثامن نادي عمان ب 14 نقطة، وفي المركز التاسع نادي صور ب 13 نقطة، وفي المركز العاشر نادي المصنعة ب 12 نقطة، وفي المركز 11 النصر ب 9 نقاط، في المركز 12 نادي الاتحاد ب 11 ب 6 نقاط، في المركز 13 نادي العروبة ب 5 نقاط، في المركز الأخير البشار. وبس هذا كان مقطعنا، وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في المقاطع القادمة، ومع السلامة.